السلام عليكم، شو اخباركم؟ مساكم طيبين، معكم سلمان. يا شباب، عندي سؤال، يا ريت تكتبون في الكومنت. هنا في الكرافتنج حقت الماينكرافت، في شيء اسمه الكرافتنج هذا، يعني عندي انا بس 4 خانات، هو العادة يكون اكثر من 4 خانات. يعني تعرف كيف، يعني متى تصير هذا الشيء، او وش اسوي عشان يصير عندي اكثر من 4 خانات؟ يا ريت تكتبون في الكومنت. يلا شباب، اشوفكم على خير، مع السلامة.